بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة التي من خلالها نلتقي سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ومفتي عام وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للرسائل النصية فقط، وكذلك الواتساب 0501785536. حياكم الله. بارك الله فيكم، هذا يسأل عن مفهوم الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذا رديف النبي على حمار، فسأل النبي معاذ عن هذا السؤال، فقال يا معاذ، قال لبيك وسلمك، ما حق على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله، قال حق على العباد يعبدوا، على العباد أن يعبدوا بشيء، وحق العباد على الله ألا يعذب، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله علينا أن نعبد وحده لا شريك له، بأن نصد دعاءنا له ورجاءنا وخوفنا وإنابة ورغبتنا من رب العالمين، ونعظمه في قلوبنا بمحبته كما محبتنا له، وتعظيم وخوفنا ورجاءنا له، وأن نعلم أن النفع وضبيره جل وعلا، وأن لما ما أعطى ولا معطي لما منع، ونعبد الله كما أمرنا بتحكيم شرعه بواجبات الإسلام وفرائض الدين وواجب الإسلام والتحلي بالصدق والأمانة والعدل والخير وغير الأخلاق الكريمة. وحق العباد على الله ألا يعذب من شيئا. والحق الأول حق أوجب على نفسه جل وعلا فضل وكرم، حق أوجب على نفسه أن من وحده ولقيه موحدا فإنه يغفر له. وحق العباد على الله الأول حق واجب علينا هو حق الله علينا، والثاني حقنا على ربنا تفضل وكرما، حقنا عليه جل وعلا تفضل به علينا أنه لا يعذب من لا يجوز شيئا. من لقيه بالتوحيد الخالص يعبد ودود دون سواه فإنما إلى الجنة، وإن اقترب من الذنوب فمن وحد جنة النعيم. حق الله العباد أن يعبدوه ويعظموا ويثنوا عليه ويصلوا كل عبادة له. وحق على ربي من لقيه الله غير مشرك به أحدا فإنه يغفر ذنوبه جل وعلا، إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذنبه إن شاء. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو عبد الله يقول: إذا حان وقت الصلاة فهل يصلي الشخص إذا كان بمفرده بدون أذان، أي يقيم الصلاة فقط؟ إذا كان داخل المدن فلا حاجة لأذان، كفى هي فرض كفاية. أما إذا كان خارج المدينة في صحراء فالسنة يؤذن ويقيم. نعم. سؤاله الآخر يقول: الركض في المسجد من أجل إدراك الركعة أو الركوع، ما حكم ذلك؟ مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر ولا من راكع أسرع حتى دخل الصف، قال يا أبو بكر زادك الله حرصا ولا تعد، ولا النبي يمشي وعليكم السكينة، فهذا تصلوا مكروه، أما الإسراع فلا يصلح. نعم، بارك الله فيكم. هذه أم فهد القحطاني تسأل بارك الله فيكم عن الوقف، إذا تم وقف عقار ثم تراجع الموقف قبل وفاته، ما حكم ذلك؟ الوقف إذا أثبته بحياته، بين قال أوقفت هذه الدار والعمارة أو المسجد، إذا أوقفها بحياته فإنه لا يرجع فيها، يعني لأن يوم يقول عقد وقف عقد لازم. والنبي قال لعمر أوصي عمر بوقف، قال ألا يباع ولا يرضى ولا يرضى. فالوقف عقد لازم بمجرد إيقاف الموقف لا يحل التراجع عنه، أما الوصية فهي يغير فيها
يودي مدى حيا. أما وقف إذا أوقف انتهى الموضوع، انتقل حكم من حق صار حقا لله، فلا حق لهذا الموقف إلا ثواب الله يعني إن شاء الله. نعم. أيضا لها سؤال آخر حول تقول أن والدها توفي من 27 سنة وعنده أموال وعماير، وأنا عندي أختين، ولما نطلب من عمتي زوجة أبوي الورث ترفض أنها تعطينا، هل لنا أن نتقدم بشكوى للمحكمة؟ لكم تقدموا، حق لكم تقدموا. نعم. بطلبي. أحسن الله إليكم. وواجب على زوجة أبيك أن تبرز عن أن يعني تنشر، يعني واجب عليها أن تبين ما عندها عند زوجة من حقوق من أموال وذلك حتى يكون بصيرة. أحسن الله إليكم. أم عاصم تقول يا شيخ عبد العزيز، هل الذهب اللي يلبس في كل مناسبات هل يزكى؟ لا يزكى. نعم. الذهب والمعد الاستعمال الزينة لا زكاة عليه، إنما الزكاة على مال الحليين تأجيره أو التجارة، أما الذي فقط لا زكاة عليه. تقول سؤالها الآخر تقول هل يجوز أن أعطي الزكاة أو من الزكاة أختي المطلقة والأرملة؟ يقول صلى الله عليه وسلم صدقة المسكين صدقة، وعلى درهم الإنسان صدقة وصلة، فأختي محتاجة فيه أولى أحق بزكاتك من غيرها. نعم. هل ورد حديث في قراءة سورة الملك قبل النوم؟ يروى في أحاديث وإن كان فيها ضعف. نعم. المسبوق في الصلاة هل يكون إماما؟ ما في شيء، إذا سبق. نعم. وجاء آخرون متأخرون فقدموا المصلى بما بقي. نعم. ماذا تقول لهذا عبد الله القحطاني، ماذا تقول لأحد الشباب الذي يقصر في علاقته بالوالدين ويتكلم عنهم كثيرا؟ الله جل وعلا أوجب علينا بر الوالدين والإحسان إليهما وقيم حقهما، وقرن حقه بحقهم بحقه، فما أمر لا جعل بعدهم بالوالدين، كما قال جل وعلا واعبدوا الله وأوصوا بالإحسان وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فحق الوالدين حق بحق الله لأهميته وتأكيده، فإنهما السبب الوجوب بعد الله جل وعلا، برهما والإحسان إليهما أمر مطلوب من ذوي المروءات والدين والتقى والصلاح، ولا يعقب ولا يبر الوالدين صالح تقي في نفسه لي طيب القلب، ولا يعقب الوالدين إلا لئيم فاسق خبيث القلب سيء الأخلاق لا خير فيه. فالبر بالوالدين نعمة الوفاء، إذا كان المخلوق إذا أحسن بأي حسنة رأيت له عليك حقا كبيرا بإكرامك إياه، وثناك على كيف بحق الوالدين اللذاني لا تستطيع أن تقابل حقهما ولا تقابل واجبي مهما بلغت. فالواجب على جميع شبابنا الوالدين والإحسان إليهما واغتنم حياتهما وبرهما ونبقي بخدمتهما، فإن ذلك طاعة لله وعمل صالح. أحسن الله إليكم. هذا يقول أو هذه الأخت أم صالح تقول يا شيخ، أنا زوجي هجرني 6 أشهر وعنده زوجة ثانية، وذلك لأني أحاول دائما أنصحه وأخاف عليه ولكن لا يسمع كلامي، ما حكم هذا الهجر؟ والله أنصحي لله واصي النصيحة وعودي إليه واسترضيه مع النصيحة مع النصيحة والدعوة للخير لعله يفتح على قلبه. نعم. انصرافك عنه يزداد تماديا في مخالفة الشرع، لكن إذا كنت قريبة منه تنصحين كل يوم، ربما يوم يسمع فيه الموعظة ويزداد قلبه من الغفلة، والله على كل شيء قدير. نعم. أم ياسر من القصيم تسأل عن الرؤى والأحلام، تقول كثيرا ما تأتيني في المنام، فهل يجب علي أن أفسرها أم أتركها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا رأينا في منامنا ما لا يسيغ لنا أن نكتمها وأن نسأل عنها وأن نغير منامنا من جنب إلى جنب وأن نبسك ذات مرة يسارنا ونتعوذ من شرها وشر الشيطان، كل هذا مطلوب منا أن نفعله ونحن تأويلها إذا سوءنا نحن تأويلها، بل نلجأ إلى الله ونسأل العفو والعافية. نعم بارك الله فيكم.
أم بندر من الدمام تسأل وتقول: ما حكم الغيبة والنميمة إذا صدرت من مجلس نسائي؟ ما يجوز الأخوات يغنون مجلسهن يكون مجلسهن طيبة، يذكر بعضهن بعضا ويحذو بعضهن بعضا وينبه بعضهن بعضا وينبه بعضهن بعضا، أما يجتنب الغيبة والنميمة في أزواجهم وغيبها لا يجوز. إنما على الأخوات والأخوات يجتمعن يكون يحدثهن فيما ينفعهن في أمور دينها ودنياهن وفيما يخلصن من مشاكل العصر، وهذه الثورة العظيمة ضد الأخلاق والقيم، فإنما المسلم مستهدف من أعداء الله يسادها ويفسد أخلاقها ويبعدها عن بيتها وعن تربية أولادها ويقحامها في أمور هي بغير عنها يكون بها الرجال. فعلينا جميعا تقوى الله في أنفسنا أيها الأخوات، فالتقوى بالحق ودعوة إلى الله، وحذي أخواتك من السفور والتبرج والخلف بالأجنبي المحرم، وبعد عن التشبه بالرجال وبعد عن محاكاة الفساق والمنافقين. نعم، أبو فيصل من تبوك يقول: ما هو مفهوم الأخوة الإسلامية الحقيقة؟ الأخوة هو أنك أحببت أخاك هذا لا لأجل تجارة ولا لأجل من قرابة، ولكن لأجل أنه مستقيم على طاعة الله، موحد لله، عابدا لله، مصليا، صائما، مزكيا، حاجا، بارا، واصلا، رحيما، صادق الحديث وفي العهد، أخلاق كلها كريمة، تحبه لله وفي الله، ما جمع بين إلا نسب ولا وطن، وإنما المحبة في الله ولأجل الله. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أبو ثامر من جدة يقول: هل الشائعة من قوادح الإسلام والعقيدة؟ والله الشائعات خطيرة. نعم. الله يقول: إن لم ينتهي المنافقون والذين فيه كل مرض والمرجم المدينة. المنافقين تبوك أرجوا بالنبي وأصحابه، قالوا: تبوك بعيدة، الحر شديد والسفر بعيد والماء قليل، إلى غير يريدون بذلك إضعاف شيء الأمة، حتى أنهم اتخذوا دارا في المدينة يشتغلون في الليل ويخططون كيف يرجون المسلمين وكيف يضبطوا عزائمهم. فعلم النبي حالي فأرسل يحرق هذا البيت فروا منه. المهم أن الإشاعات السيئة وتخريب المؤمنين ويعني تعظيم الأعداء في قلوبهم، هذه إجابة سيئة، لازم نقيم فيه إيمان. نعم، أم بندر تقول: ما المقصود بالحمو؟ قريب الزوج. نعم. أخو الزوج، عم الزوج. تقول: بارك الله فيكم، لأننا تعودنا ومن عاداتنا الجلوس مع بعض في البيت ومع أبناء وأبناء أخي وكذلك أبناء زوج خواتي وما إلى ذلك، ما حكم ذلك؟ لا يصلح. لا تجد المرأة إلا محرم لها، من لم يكن محرما لها فهي جلوس معه فإن هذا خطير. حديث يخلق الرجل مرة زائد هما. نعم، هذا سائل آخر يسأل: بارك الله فيكم، ما حكم تقديم الزكاة التي تحل في شهر رمضان المبارك؟ لا مانع منه، إذا رأيت مستحق الأيام فلا مانع من تقديمها. نعم، أحمد عمر يماني مقيم في المملكة يقول: إذا رغبت أن أدفع زكاتي في بلدي هناك للضعفاء والفقراء، ما حكم نقلها؟ العلم يقول: الأصل أن تؤدى زكاة المال في بلد المال، فما بلد نما به المال أهله عقب زكاته، لكن يجوز نقله عند الحاجة إذا تأكدت من حالي فقير خارج البلاد، مسلم فقير تأكد من حاله، فلا مانع من نقلها إلى نقلها، والأولى أن يبدأ بأهل البلد، فإذا عرفت أن سوف حق الزكاة فانقلها إلى أقرب مكان إليك، وابحث عن رجل مستحق لا مسلم، ابحث لا مانع من ذلك. نعم، بارك الله فيكم. يسأل ويقول: ما هو حق الأيتام علينا، وهل في مال اليتامى زكاة؟ حق علينا إكرامهم. نعم. إحسان إليهم،
الرفق بهم، تعليمهم، توجيههم، النفاق عليهم، إطلاع الكسوة، عدم الإساءة إليهم، حمل على الخير، تحبيب الخير لهم، أن تتكلم بأولادك. والله يقول: وليخشى الذين لو تركوا بخلفهم وليخشى الذين لو تركوا بخلفهم ذوي ضعف خبائم تقول يقول سديدا، فأنت ارحم أولاد الآخرين. لو كان هؤلاء أولادك يسرك من يخدمهم ارحمهم وأحسن إليهم وربهم تربية صالحة، واشتري واتجه في أموالهم على صدقة، وإذا مضى العام على الزكاة فإن الزكاة تجب بمال يتيم، لأنه متعلق بعين المال لا بالشخص. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يقول: أنا كثير السفر بسيارتي الكبيرة، ولكنني لا أستطيع الصيام في شهر رمضان المبارك لارتباطي في هذا السفر في خطوط طويلة، فما حكم عملي هذا وكيف أقضي؟ إذا شق عليك الصيام في السفر وكان الصيام يتعبك ويعطلك عن أعمالك فأفطر واقضها في أيام الشتاء إن شاء الله. أحسن الله إليكم. والأصل أن يصوم شهر صوم رمضان، لكن إذا كان صوم رمضان يضعف من حالك أو يقلل مكاسبك ويقطع مكاسبك فلك أن تفطر وتقضي بعدين إن شاء الله. نعم. يقول بارك الله فيكم: هل الزهد من أخلاق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي أزهد الزهاد وأعظم العباد وأزهد الزهاد، هو زاهد في الحرام وزاهد في الدنيا وزينتها، هو الزاهد حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الزاهد الورع الكامل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله من جدة بارك الله فيكم تقول: بالنسبة للمرأة في طوافها وفي عمرتها، هل لها وهل واجب عليها تقبيل الحجر الأسود؟ الحجر الأسود له أحوال ثلاثة: أولا أن يجده خفيفا يمدق بلا مشقة فيستحب تقبيله واستلامه. ثانيا أن يشق التقبيل ويستلم اليد. ثالثا أن يشق استلام اليد فنشر إليه ويكفي. أما المزاحمة والمقال على الحجر فهذا غير وارد وثابت، إنما نقبله نسلمه أو نقبله أو نشو إليه. وأما التزاحم عند الحجر والمزاحم عنده والتضايق بين الرجال والنساء هذا خطأ لا يصلح. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما هو حقنا تجاه ولاة أمرنا ومشايخنا بالدعاء؟ حقكم علينا أن ندعو لهم التوفيق والسداد، اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحب وترضى، وجزاهم من خبره واتقيه، هذه جنة صالحة. ذكروا منا إذا نسوا وتعينوا إذا ذكروا، فادعوا لولاة أمرنا من أمراء وعلماء ومن بيدهم الحرب العقدية يصلح الله شأنهم ويعينهم على أداء واجبهم بصدق وإخلاص. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل حفظكم الله يقول: والدي متوفى منذ شهرين تقريبا وأرغب أن أبني له مسجد، هل الأفضل في الداخل أم في الخارج؟ إن وجدت في الداخل حاجة فابنها، وإن رأيت أن أنها في الخارج أو لا فابنها في الخارج، لكن البناء في الداخل أو لا إلا إذا كان هناك ضرورة للخارج، لأن ما يبني مسجدا وأمنت عليه من خطيه والعد غير المسلمين لك أن تبنيه هناك. أحسن الله إليكم. والدتي في الحداد الآن وبلغها وفاة والدي، هذا أبو صالح من الرياض يقول: هل لها أن تكمل العدة في بيت ولدها الكبير في الطائف؟ لا، لا تنتقل عند الحاجة، يجب عليها أن تقضي عدة وفاة بيت زوج. نعم. ياسين محمد يقول: ما هو مفهوم الإصلاح بين الناس وخاصة بين الإخوة وبين الأقرباء؟ الإصلاح خلق كريم، أمر الله بك تعالى قال جل وعلا: واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال: لا كذب خير لك من جواب إلا من صدق ومعروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح من جاء عمل خير لا يقدم عليه إلا ذوي المروءة والشهامة وذوي الأخلاق الكريمة. فإن الإصلاح بين الناس عمل عظيم، يصل بين الإخوان، بين الأب وأولاده، بين الزوج وزوجته، بين الإخوان، بين الجيران، بين الزملاء، بين المسلمين، فصل كله خير ولا يأتي إلا بخير.
خير، الحديث أنه خير من دار الصلاة وصدق الصيام وغير أصاب الناس بين الحالقة قد يتلقى الشعر. المهم أن يصلح الخلق الكريم يقدم على ذوي الفضل العظيم إقداما يصلح بالعدل، يعني قال يصلح بالعدل بالعدل والإصلاح، ألا تحمل ألا يكون هدفك إضرار بالآخر، وإن هدفك نفع الجميع المختلفين بما يعود بالنفع لا يضر منك حيفا لأحد دون أحد. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول بارك الله فيكم، بالنسبة لما يحدث لدى الإنسان من هواجيس ومن أفكار قد تسبب له شك ووسوسة في العبادات، ما حكم ذلك وكيف يعالجها؟ أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يحضر إنما المسجد، فإذا سمع الأذان ولا الأضراط، فإذا انتهى الأذان أقبل، فإذا بدأ الإقامة أدبر الأضراط تلازم الإقامة، فإذا انتهت أقبل حتى يحول ويعني قلبي كذا. فالواجب أن ندخل صلاتنا أن نستعين بالله ونكتب الحرام ونزلت الصلاة ونشهد كل ركن بأذكار خاصة فيه، القيام بالقراءة، الركوع بالذكر، الرفع بالذكر فيه، السجود بالذكر فيه، وتشهد الأول والتشهد الأخير، حتى نشغل أركان صلاتنا بما في مذكار لعلها أن تكون سببا في تقليل سهونا وغفلتنا. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. السائل أبو عبد الله يقول متى تقرأ أو تقال كفارة المجلس؟ هل في كل مجلس؟ أي مجلس فيه وطارق يجوز فيه فأتي بدعاء الكفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم يقول من تعدى الميقات ولم يلبي ناسيا علما بأنه قد أحرم في شقته في الطائف. إذا كان نوى الإحرام في شقته ما يضر شيء. والتلبية سنة الحمد مع الذكر. الحمد لله. نعم بارك الله فيكم. سعيد محمد من أبها يقول ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى طلوع الشمس؟ لا يجوز وقوعه من سن مرة مرتين، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم مرة بحال الشمس، ولكن التغابي عنها والتهاون بها دائما هذا على سوء. يبقى المسيح يهتم بصلاته ويضع المنبه لها للصلاة، وينوم بكر من الليل، وأن يكون في قلبه حب للصلاة ورغبة فيها، نسأل الله العون والتوفيق. نعم عبد الله محمد يقول ما هي ضوابط المسح على الجبيرة وكذلك على العمامة؟ الجبيرة إذا على الجرح ستره جاز مسح عليها إلى أن تنقضي إلى 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 أن تنقضي حاجة، فليس لها يوم معين، إنما الجبيرة يمسح عليها كلها مسحا يسيرا ولا يخلعها إلا إذا انتهى مفعولها. العمامة كذلك يمسح عليها، ولكن العمامة كالخفين يعني يمسح عليها يوم وليلة إن كان مقيما وليلة إن كان سافرا، أما الجبيرة فيمسح عليها ما دام محتاج لها ولو طال مدة. أحسن الله إليكم. ما حكم دفع الزكاة لأخي الذي يرغب الزواج؟ إذا كان فقيرا فأعطيه الزكاة أوله كلها، لأن الزواج غض البصر والفرج وسكينة القلب، فأعينه على ذلك. نعم أم ياسر تقول زوجي كثير الغضب ولا يملك نفسه عند الغضب مما يشتم ويلطم، ما هي نصيحتك له ولغيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أتغضب، فرد من قال أتغضب، الغضب يا إخواني من وحي الشيطان وضعف قلة الإيمان، لا ترى انتباه وجهي وحمر عيني، فالغضب مش فعل الجنون، ويفرح الشيطان بغضب الإنسان حتى الغضب يحمس على يكسر أثاثه ويضرب أولاده ويضرب نفسه ويفعل أفعال سيئة، فالإنسان إذا حسب الغضب فليقع إن كان قائما ويسترجع إن كان قاعدا ويتوضأ ويتعلم من الشيطان ويتوضأ لعله ويصلي لعله يذهب غضبه، فإن غضب شعب الجنون. أحسن الله إليكم. السائل أبو خالد يقول بارك الله فيكم أنا لا أستطيع الزواج، فما هي البدائل لحمايتي وحفظي من الشر؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم فإن له وجاء. فصم أياما واسأل ربك التوفيق، واعف عن محارم الله. والله يقول: وليستعف الذين، قال بعض السلف: وعد من الله للمسعفين يتعفى الزواج ويعينه عليه، ويعينهم ذلك من الشاب عفاف يعينه الله على قضاء دينه ويفرج همه. اعزم واستقم ورتب دخلك على قدر حاجتك، واقصى عنك بعض الاحيان في سبيل توفير المهر، واسال ربك التوفيق ان شاء الله. اللهم امين واثابكم الله. احسن الله اليكم. هذا سائل اخر يقول: اذا نويت الحج ولكنني بعد أن نويت الحج لم أستطع توفير المبلغ المالي لتكاليف هذا الحج وأجلته لعام آخر، علما أنه حج الفريضة، ما حكم تأخيري للحج هذا؟ إذا كان التأخير الحامل أدى إلى عدم القدرة بالمادية فلا مانع، لأن الله يقول: من استطاع سبيلا، فمن لم يستطع سبيلا أخذ العام الثاني إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. عبد الله مصطفى يقول: هل لشهر رجب مزايا عن الأشهر الأخرى؟ أبدا، لا يشرع فيه صيام أيام ولا قيام ليل، ولا يشرع فيه صيام نهار ولا قيام ليل، ولا ذبائح، كله من الأصل. رجب زائر شهر إنما هو أحد أشهر الحرم فقط، وإلا فليس له خصوصية. وما يسمى بالرجبية، أي العمرة في رجب، كل هذه من بدع لا أصل لها. نعم، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. ياسر علي من الجوف يسأل بارك الله فيكم ويقول: ما المقصود بالشفاعة المكروهة والشفاعة الحسنة؟ الله يقول: من يشفع نصيب منها الحسنة، هي الشفاعة للمحتاج، يعني يقصره الوصول إلى غرضه لضعفه إرادته ومعرفته. فتشفع له شفاعة ينفع الله بها، والشفاعة السيئة أن تشفع له في معصية تعينه عليها وتستر على معصيته وتخفيها وتعين على فعل الإجرام، فهذه شفاعة سيئة. فالشفاعة الحسنة الشفاعة لإنقاذ معصوم، توفي حقه له، حصوله على مراده. أما السيئة فيها الشفاعة بالسوء وتسيطر السوء والفجور. أحسن الله إليكم. هل ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر نميمة وغيبة؟ والله هو نميمة وغيبة وبهتان وكذب وتزييف وإرجاب تفريقا بين الناس وكلام سيء فارغ لا قيمة له. دعوة الباب في مواقع، في دعوة الإلحاد، دعوة إلى المجون والخلاعة، دعوة إلى السوء، إلى الفساد، إلى الفوضى. يعني الوسائل الاجتماعية تخلو من شر، الواجب أن نتقي الله فيها ونجمع مصدر ثقة ونطمئن إليها، فإن من الكذب والباطل. أحسن الله إليكم. أبو خالد من مكة المكرمة يسأل يقول: بالنسبة لأهل مكة، من أين ينوون العمرة؟ من خارج مكة، من التنعيم. نعم. سؤاله الآخر يقول: أنه اعتاد في كل يوم جمعة أن يعتمر، ما صحة ذلك؟ جائز، لكن تكرار الجمعة تكرار كل أسبوع قد يكون في مشقة على الآخرين، من ضيق على خلال قديم من بعيد. المطلوب من أن نجع في الشهر مرة واحدة، وذلك أفضل لنا من كل أسبوع. أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله مساعد محمد من تبوك، يسأل ويقول: ما حكم زيارة المدينة المنورة فقط للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زيارة المدينة سنة للصلاة في المسجد النبوي، أما السبع نبأ سلم عليه في أي مكان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن إلا من الزياحين يبلغني من السلام، ويقول أسلم عليه، فسلام عليه يبلغ وإن كنا بعيدين. إنما زيارة المسجد فقط، فإذا زرنا المسجد سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم.
أبو مشعل محمد مهند يقول: كيف تكون الوسطية في الإسلام في التعامل مع غير المسلمين؟ نتعامل مع غير المسلمين بالصدق والوفاء والعدل، ولا يجوز أن نقوم على العدل، نعمل بالصدق والأمانة، نعمل بالصدق والأمانة وأداء الحقوق ولا نظلمهم، فإن الظلم حرام للمسلم والكافر، فنعمل العدل والإنصاف، نعطيهم حقوقهم كاملة ونسوي حقوقهم كاملة، ويظهر منا العدل والإنصاف حتى يروا في ديننا ويعلموا أن ديننا حق وهدى. نعم، إحدى الأخوات تسأل أم بدر تقول: ما هي كفارة الإفطار للمرأة في نهار رمضان بسبب الجماع؟ كفارة إذا كانت راضية الطائعة أن تعتق رقبة فإن عجز عنها فيصوم لها شهر متابعين، فإن عجز يستير مسكينة، لكن ما إذا كان مكرها تباشى عليها. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. يقول: بعض الآباء يطلبون مهرا تعجيزيا لمن يطلب يد بنتهم أو بنتهم، ما حكم ذلك وما هو توجيهكم لهؤلاء؟ أقول: يا أيها يا أبا الفتيات، من عنده متى تخطب فليحمد الله على النعمة، وليمن فضل من الله عليه أن أراد لها زوجا صالحا خيرا، فإذا خذ المتى منك فحمد الله على النعمة، وساعد الزواج ولا تساعد في تكلفته، إياك أن تطلب الزوج، أعينه على المسؤولية، ولا تأخذ ما نعطيك، ابذل من مالك ما يعينه من زوجها على زواجهما، فإن زواج البنات نعمة من نعم الله العبد، إذا هيأ لبنة ميزة يأخذهن فليمنها نعمة من الله عليه وفضل من الله عليه، فليتقنا بذلك وليحمد الله على النعمة، ولا يكلف ما لا يطيق، ولا يحمل ما لا يطيق، بل يرضى من اليسير ويكمل ما عجز عن الزوج إن شاء الله ويستعين بالله على ذلك. نعم، بارك الله فيكم. أم صالح من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم تسأل تقول: بارك الله فيكم، بالنسبة لمن أرادت أن تدفع الزكاة لشغالتها، ما حكم ذلك ولا أدري هل يتستحق أم لا؟ إذا كانت شغالة مسلمة وكان مرتبها لا يكفي النفاق على أولادها وهي محتاجة شيء، أعطهم الزكاة. نعم، طارق سندي من جدة يقول: ما حكم من يتحدث بأنه تصدق على فلان وعلى فلان من العائلة أو من غيرهم، هل هذا يبطل أو يقصر في الثواب؟ الله يقول: يا أيها الذين لا تبتصقوا من الأذى، فتعبدوا أمام الناس من الأذى، هذا أذى يجذل به أصحابه أن يعطيه صدق لله، عمل لله جل وعلا، كما قال عن المؤمنين: إنما رجوع لوجه الله، فإذا تصدق على المسكين فأخبرها يصدق بالحديث سبع ظل عرشه ورجل صدق فأخفاها حتى تعشر من مجلس يمينه، هذا واجب علينا أن نكتمها ونخفيها ولا نخجل هؤلاء الفقراء ونهني كرامتهم. أحسن الله إليكم، ماجد من الطائف يسأل عن الحلف بغير الله، ما حكمه؟ لا شو الأصل؟ نعم، سؤاله الآخر يقول: بالنسبة لمن يزور القبور ويبكي عندها ويدعو ويتمسح بها، ما حكم ذلك؟ ما يجوز القبور ندعوها والسلام على المؤمنين وإن شر لاحقون يرزقنا من الساخرين، نسأل الله لكم العافية، أما البكاء عند القبر وتبسم هذا بدعة ولا يجوز. نعم، أم عمر تقول: ابنتي توفيت وعمرها 3 شهور، هل هي تشفع لي بإذن الله تعالى؟ إن شاء الله. اللهم آمين. نعم، أنتقل إلى سائل آخر، أبو متعب من مكة المكرمة يقول: هل يجوز دخول الرجل للحرم المكي دون وضوء وأن يتوضأ من ماء زمزم؟ ماشي، لا مانع من ذلك. نعم، أحسن الله. زمزم من غير يضر بالناس، لا مانع. نعم، يقول بارك الله فيكم: بالنسبة للمرأة إذا أعطيت المهر وقبل الدخول بها ثم رفض أن يتزوجها، هل يعود له كامل المهر وما معنى وآتوا صدقاتهن نحلة؟
الأصل أن الصداق حق للمرأة. نعم. إذا عقد عليها استحقت، إذا عقد عليها ودخل بها استحقت كاملة، وإن طلقها قبل أن يدخل بها باختيار نفسه فعليه فله نصف المهر ولها نصف المهر. وإن يعني طلقها يعني الله يقول وإن طلقتم يعفون. فالأصل أن الصداق كامل للمرأة تستحقه كامل إذا دخل بها الزوج وتملك نصفه بالعقد عليها. فإذا عقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها فإن لها نصف المهر وله نصف المهر، وإن دخل بها فإن لها مهر كاملة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة من أبو رائد من تبوك، يقول بالنسبة للأب الذي يفرق بين أبنائه ويفضل أحدهم على غيرهم، ما حكم ذلك؟ مخطئ وعاصي لله، اتقوا الله وعد من أبنائه وقال إني أشهد على جور فأجعل هذا غيري. فالتفريق بين أبناء بالترضي بعض العطية يسبب حساسة في النفوس وكراهية بعض البعض. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز، بارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، كان ذلكم هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول في يتبعون أحسنه، سائلا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وأن يحفظ ولاة أمرنا وعلمائنا ومشايخنا، إنه على كل شيء قدير. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.